صحة وسعادة. صبحكم الله بالنور والسرور، صباح التميز والسعادة على دولة الإمارات وطننا أغلى وطن، وعليكم أعزائي المستمعين صباحكم مميز وصباح السعادة والإبداع. حلقة جديدة من برامجكم صحة وسعادة، ونرجع لكم فيه بحلقة جديدة، واللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. يسعدنا تواصلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا اليوم على الرقم 600551414 أو من خلال رسائل النصية القصيرة 4006. ولكم أطيب التحيات محدثتكم اسم الجناحي. في هالحلقة بنتكلم عن آخر الأخبار والدراسات العلمية العالمية، وأيضا مستجدات وسائل قنوات التواصل الاجتماعي، والعلاقة بين الوالدين وتأثيره على شخصية ومستقبل الطفل. ولي اللي يحبون النظام الغذائي النباتي، لنا لكم فقرة مميزة في هذا الموضوع مع فقرة التغذية، تابعونا على مدار الساعة القادمة. ويقول خبرنا اليوم، حذرت الجمعية الألمانية للسمنة من خطورة السمنة على الأطفال ودورها الكبير في رفع خطر إصابتهم بداء السكري من النوع الثاني واضطراب التمثيل الغذائي للدهون والكبد الدهني الغير الكحولي وأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الحالة النفسية والثقة بالنفس. وأوضحت الجمعية الألمانية أسباب السمنة لدى الأطفال، والتي من أبرزها اكتساب الجسم لسعرات حرارية كثيرة من خلال التغذية وانخفاض معدلات حرقها بسبب قلة النشاط البدني، مما يؤدي إلى تراكم الدهون الزائدة في الخلايا الدهنية. وأوضحت الجمعية أن الهرمونات التي لها علاقة بالنمو وتوازن الطاقة تلعب أيضا دورا مهما في الإصابة بالسمنة، مثل هرمون الغدة الدرقية ثايروكسين الذي ينظم عملية التمثيل الغذائي ودرجة حرارة الجسم. وإذا كان الجسم يحتوي على القليل جدا من هذا الهرمون، فإن ذلك يتسبب في زيادة الوزن. ولتشخيص السمنة لدى الأطفال، يتم احتساب مؤشر كتلة الجسم المعروف اختصارا بإيماي، أي تقدير نسبة الدهون في الجسم من خلال تحديد وزن الجسم بالنسبة لحجم الجسم مع مراعاة العمر والجنس. وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن محاربة السمنة لدى الأطفال من خلال تعديل النظام الغذائي، أي الابتعاد عن الأطعمة الدهنية والوجبات السريعة، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية بشكل عام. في هالفترة نلاحظ الكثير من أولياء الأمور اللي يعني دائما نشوفهم يحاولون يدورون لهم الأنشطة اللي تكون داخل المنزل، ألعاب الفيديو، الأشياء الغير حركية. لكن احنا دائما ننصح أن أولياء الأمور بأن يكون على الأقل يكون في برنامج حركة ونشاط بدني بينهم، يجمعهم هم مع أبنائهم. أول شيء من ناحية الحالة أو نقول الجانب الترابط الأسري يكون أكثر. ثاني شيء، نحن نشجع الأطفال على النشاط البدني. دائما اللي يخلينا ممكن أيضا نتناقش في هذا الموضوع مع الأخصائية النفسية اللي بتكون معانا، أن إجبار الطفل على النظام الغذائي أو إجبار الطفل على النشاط البدني يخلي الطفل ما يبي يسوي أو ما يبغى يمارس، لأنه يحس أنه مجبور، غير لما يكون من الشخص نفسه يعرف ليش يسوي هذه الممارسات. من ضمن هالأشياء نحن راح نسأل اليوم الدكتورة أزهار، بتكون موجودة معانا في آخر فقرة من فقرات برنامجنا اليوم، خليكم ويانا. وإني عند مستجدات قنوات التواصل الاجتماعي، من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نأكد عليها في قنوات التواصل الاجتماعي هي كيفية حماية الشخص لنفسه من كوفيد-19 وأيضا من مضاعفات المرض. من أهم الأشياء اللي نقول هي الوقاية دائما خير من العلاج. نقول
من ضمن النشرة اللي كانت كنا حاطينها يوم أمس، 1 لبس الكمامة، 2 غسل يدي أو تعقيمها باستمرار، 3 الحفاظ على المسافة الآمنة، و4 الحصول على الجرعة الداعمة من لقاح كوفيد-19. دام تكلمنا عن اللقاح والجرعة الداعمة، نحب نأكد على أن الجرعة الداعمة موجودة في أكثر المركز والمراكز المنتشرة على مستوى إمارة دبي. كل اللي عليكم أن تنزلون تطبيق هيئة الصحة بدبي وتحجزون موعد من خلال التطبيق. للأشخاص اللي ليحين ما أخذوا الجرعة الأولى، ننصحهم أن يأخذونه في أسرع وقت ممكن. أيضا يمكن حجز موعد للجرعة الأولى من خلال خدمة الواتساب اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي. ممكن كل عليكم أن تكتبوا أن تحفظون رقم 800342 في قائمة الاتصال، تكتبون كلمة هاي على الدردشة لهذا الرقم، وبعدين راح تطلعكم كل الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي من خلال تطبيق الواتساب، واللي هي مو بس التطعيم، هناك خدمات أخرى، لكن أيضا تقدرون تحجزون الجرعة الأولى من هذا التطبيق. أيضا معنا تطبيق هيئة الصحة بدبي، واللي هو ممكن نحجزون الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية، الجرعة الداعمة. بالنسبة للجرعة الثانية، بعض الأشخاص يقول يعني من ضمن الأسئلة اللي وصلتنا أن كان موعدي الصبح فاتني، كان موعدي البارحة فاتني، هل لازم أسير وعيد أخذ موعد من أول جديد؟ نحن نقول لك سير المركز مباشرة وين كان لازم تأخذ الجرعة الثانية، وخذها بدون ما تحتاج أن أنت تحجز موعد للجرعة الثانية. من ضمن الأسئلة اللي توصلنا أيضا، هل ممكن تقديم التطعيم للسياح؟ التطعيم، خدمة التطعيم متوفرة للمقيمين في إمارة دبي أو من حاملي إقامة دبي، 2 للمقيمين في دبي وحاملين إقامة إمارة أخرى، وللمواطنين في دولة الإمارات، في كل الإمارات. فهذول الثلاث فئات هم اللي يقدرون يأخذون التطعيم. التطعيم يبدأ في هيئة الصحة من عمر 12 سنة فما فوق بلقاح فايزر بيونتك. الجرعة الداعمة تبدأ من 18 سنة فما فوق. أيضا من ضمن الأسئلة اللي توصلنا، إذا أنا أخذت التطعيم هل أستطيع التبرع بالدم؟ تقدر تتبرع بالدم بعد مرور أسبوع أي 7 أيام. أيضا نخلي شوية موضوع التطعيم ونتكلم عن موضوع المصابين والمخالطين. أيضا من ضمن الأسئلة اللي دائما نشوفها في قنوات التواصل الاجتماعي، أنا مصاب متى أعيد الفحص؟ نحب نقول أن المصاب يكمل مدة العزل الصحي واللي هي 10 أيام، ولا يوجد حاجة لإعادة الفحص بعد مرور 10 أيام من الإصابة. وأيضا للمخالط، مدة المخالطة هي الحجر الصحي للمخالط 7 أيام، ولا يوجد حاجة للفحص المخبري اللي هو PCR إلا عند وجود الأعراض. إذا طلعت أعراض روحوا فحصوه، أما إذا ما طلعت أعراض كملوا 7 أيام وتقدرون عقب ترجعون لحياتكم الطبيعية. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت توصلنا، هل هناك بعض الأسئلة بخصوص المخالطين والمصابين؟ نحب نقول لكم أن في موقع هيئة الصحة بدبي هناك دليل مفصل بالتفصيل خاص للمصابين، ودليل آخر بالتفصيل خاص للمخالطين. تقدرون أن أنتم تطلعون عليه كله، أو تقدرون تكلموننا في قنوات التواصل الاجتماعي وراح نوفر لكم إياها. وعشان الأسئلة اللي توصلنا راح نعيد نحط اليوم على قناة تويتر الدليل كامل للمخالطين وأيضا المصابين، تقدرون تشوفونه في خلال نشراتنا لليوم في موقع تويتر. تقريبا هاي كانت الفقرة الأولى لبرنامجنا اليوم، وخليكم ويانا في فقرة التغذية اللي بتكون بعد شوي، وراح نتكلم عن النظام النباتي. خليكم ويانا ونرجع لكم بعد شوي. صحة وسعادة. رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المستمعين، تقدرون تتواصلون معنا أو مع برنامجنا من خلال الاتصال على الرقم 600-551-414 أو من خلال رسائل نصية القصيرة 4006. مع شبراني اليوم نزيل. أني نتكلم عن الفقرة اللي تقول فقرة التغذية.
في فقرة تغذية هذا اليوم نتكلم عن أنظمة الغذائية النباتية، أنواع هذه الأنظمة وفوائدها الصحية ومدى تأثيرها على الصحة وغيرها من المحاور التي سنناقشها اليوم مع ضيفتنا لهذا اليوم الأستاذة فاطمة الخروصي، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. حياك الله معانا. أهلا وسهلا حبيبتي، الله يحييك. أستاذ، بالبداية نبغى نتكلم عن شو هي الأنظمة. أنا تحريتها نظام واحد لكن شكل فيه أكثر من نظام. إيه صحيح، وأغلب الأنظمة النباتية الناس تعتقد أنه نظام واحد، هو فعلا نظام واحد إذا كان يعتمد بس على خضروات ورقية، خضراء وفاكهة وبقوليات ومثل ما نقول مكسرات وحبوب كاملة، هي كلها مصادر نباتية، وهي يعتبر نسميهم النباتيين الخضريين أو البيجن. بس في أنظمة نباتية ثانية مرتبطة بنفس النظام، بس يضاف عليه مثلا منتجات الحليب والبيض، أو ممكن يضيفون مثلا أسماك فقط، أو ممكن بس يضيفون منتجات الحليب. نفس الفيجيتيريان وفيجيتيريان وفيجان أيوة في هذا النوع، بس الفيجان يقصدون فيها اللي هو بس مصادر نباتية بحتة من بقوليات ومكسرات خضروات وفاكهة وحبوب كاملة فقط لا غير. طبعا في أنظمة ثانية بعد أكثر انتشرت الحين في الآونة الأخيرة، اللي هي الأنظمة اللي هي تعتمد على الأطعمة النيئة، يعني يقصدون فيها خضار ومكسرات وأطعمة نباتية وخضروات، وفي أطعمة يعني مطبوخة درجة حرارة أقل عن 118 درجة فهرنهايت. في أنظمة ثانية تعتمد على النشويات أكثر، وهي إحنا ما نفضلها لمرضى السكر، ممكن ترفع عنهم السكر، ولا نفضلها لمرضى اللي عندهم مقاومة للإنسولين، لأن يركزون وايد فيها على البطاطس والأرز والذرة بدل من الفاكهة. والأنظمة الثانية اللي هي قليلة الدسوم، اللي مركزين فيها أن تكون نسبة الدسوم يأخذونها من المكسرات والأفوكادو، بس فيها في النهاية خضار وفاكهة وحبوب كاملة وبقوليات. والأخير اللي هو نظام نباتي يعتمد على الوجبات السريعة، يعني في إضافة بطاطس وحلويات والشيبس والأطعمة المعالجة أكثر، بالإضافة للمصادر النباتية. هاي هي الأنظمة بشكل عام. إنزين، إذا تكلمنا عن الفوائد الصحية، أنا الحين أحس شوية ببعض الأنواع اللي قلتيها، أحس بعض الأنواع ممكن تكون مو صحية لبعض الأشخاص، يعني ما تخيل لواحد نظام غذائي يكون كله حلويات وبطاط، فهل فيها فوائد صحية من هاي الأنظمة ولا حسب النوع؟ طبعا حسب النوع أكيد لها فوائد صحية، خاصة إذا النوع يعني مدروس، نوع استشاروا فيه أخصائي تغذية، حدد لهم المصادر اللي يحتاجونها وين يأخذونها. يعني مثلا عند بعض الأشخاص ممكن اللي يكون معرضين لمرض السكر يكون عنده انخفاض خطر الإصابة بالسكر وارد، خاصة أن النظام النباتي يعتمد على ألياف عالية وعلى بروتين قليل، بالتالي تلقى أوزانهم قليلة فيكون عندهم السكر منتظم، ممكن يساهم في الحماية من السرطانات. لاحظت في الآن الأخير الناس اللي يصابون بالأمراض السرطانية أو المعرضين، دائما يعني نشرح لهم أن يأخذون النظام النباتي الصحي اللي فيه نسبة عالية من يعني كما نقول إحنا المصادر النباتية أفضل من تكون اللحوم، ويفضل يتوقفوا عن اللحوم حتى يمكن يخفض ضغط الدم المرتفع، الناس عندهم ضغط دم مرتفع، حتى ممكن انخفاض خطر الإصابة بحصى الكلى، تحمي الناس من هشاشة العظام، تتجنب بعد الواحد اللي يكون عنده نوبات حادة من الربو، بيصير عنده النوبات الحادة هاي أقل للأشخاص اللي يتناول نظام نباتي، أفضل من الأشخاص العاديين اللي يأكلون أنظمة مختلفة. يعني فالنباتي في النهاية يحميهم حتى من نوبات الربو الحادة. إذا كنا اللحوم، هل نقصد نحن اللحوم الحمراء ولا كل شيء؟ اللحوم بشكل عام إذا كانت كميات عالية، واللحوم الحمراء بعد بالدرجة الأولى ترفع الكوليسترول وترفع هو مثلاً تكون مثلاً مصادر ضارة على الإنسان، فبالتالي تأثر عليهم أكيد في الناحية الصحية. إنزين، الحين عندي شوي فضول، يعني النظام يعني اللي عرفهم أنا من النباتيين دائما يكون عندهم شوي يعني تعب، ودائما يقولون بسبة قلة البروتين اللي هم يأخذونها، فإذا البروتين غالبا هي موجودة في مصادر حيوانية، صحيح. كيف ممكن النبات يحصل النسبة الكافية من البروتين؟
انت لو تلاحظين انت تقصدين فيها يعني حتى استعاد نشاطهم بعد ممارسة الرياضة، النباتيين عندهم هضم البروتين النباتي معروف ياخذ وقت أطول من البروتين الحيواني، فالنباتيين معتمدين على البروتينات النباتية اللي نقصد فيها البقوليات، يكون عشان بعد الرياضة يحتاجوا وقت أطول لاستعادة نشاطهم بعد التدريب، تلقاهم دائما مجهدين. فاحنا دائما ننصحهم تناول العصائر اللي تحتوي على البروتينات واللي تساعد على استعادة النشاط أسرع، عشان الجسم يمتص السوائل بشكل أكثر من المواد الصلبة اللي هي الأملاح. فهم عندهم هاي المشكلة، ممكن تكون من السلبيات اللي تصير لهم الأضرار من النظام النباتي. لكن هو بشكل عام الشخص النباتي صحي أكثر من ناحية إذا كان محتوى أكله مصادر نباتية صحية منتقاة بطريقة صحية وسليمة، في نفس الوقت إذا كانت كمية البروتين معتدلة، وهي نحدد إياها على حسب العمر والجنس والنشاط الرياضي، وعلى حسب حتى الأمراض إذا كان هو معرض لأي نوع من الأمراض. يعني نقدر نقول الأشخاص اللي يبون يتبعون النظام النباتي الأفضل إن يكونون مع أخصائي تغذية عشان على الأقل يعطيهم الالترناتيفز أو البدائل، سوري البدائل للبروتين اللي هم بيكونوا محتاجينه، لأن أشوفهم من نفسهم ودائما تعبانين ودائما ما فيهم حيل ودائما تحسين لازم حد يشلهم. صحيح، حتى الشخص اللي هو يفكر انه هو يحول مثلا نظام من نظام عادي الى نظام نباتي كيعني حياه صحيه افضل، واذا كانت عنده اي مشكله مثل ارتفاع في الكوليسترول او مشاكل في القلب، بعد تقول له اذا بتدخل في التغيير هذا يعني لازم يكون بالتدريج وباستشاره، ولازم احنا كاخصائيين تغذيه نعرف شو التاريخ الغذائي له، شو الانظمه اللي هو ركز عليها عشان نقدر نعدل اياه او نعطيها البديل او نعطيه البديل يعني من الاغذيه السليمه. إنزين، أوكي، عندنا أيضا دائما صحة القلب تكون مرتبطة بكمية الدهون وهالنوع من الأطعمة، هل النظام الغذائي النباتي ممكن يعني يساعد القلب أو يؤثر سلبا على صحة القلب؟ بالعكس يعني يعزز صحة القلب، لأن أصلا نسبة يعني معروف أن النظام الغذائي مرتفع من الألياف، فهذا يكون الإنسان محافظ على وزنه أو ممكن يكون وزنه مثالي، وفي نفس الوقت الدهون النباتية موجودة في النظام النباتي بعد صحية، وبعدين معروف الأطعمة النباتية بعد فيها نسبة عالية من البوتاسيوم، هاي اللي تقوي أو تعزز من صحة القلب، وفيها مضادات أكسدة اللي هي تخفف الالتهابات في الجسم، فبالتالي كل بشكل عام النظام الغذائي النباتي يعمل على تعزيز وتقوية صحة القلب. إنزين، علاقة يعني ممتازة جيدة. أوكي، إنزين، إذا قلنا عن أضرار هذا النوع من الأنظمة، يعني إحنا لا إيجابيات غالبا الأنظمة اللي تكون شوي استركت لها شوي أيضا سلبيات أحيانا، فشو هي السلبيات اللي ممكن تكون في هذا النظام؟ من السلبيات هاي ممكن تكون عسر الهضم، لأن بعض الأشخاص يأكلوا كميات كبيرة من الخضروات فتسبب من بعض البكتيريا المعوية، فدائما يبالها مثل ما قلنا انتقاء الأطعمة الطازجة، التخزين لازم يكون بطريقة صحيحة، تنظيف هاي الأطعمة تكون بطريقة أفضل، وفي نفس الوقت عشان نخفف حتى من النفخة والغازات، لأنه معروف البقوليات تسبب نفخة، فهاي من السلبيات. ممكن يتغير عند بعض الأشخاص حاسة تذوق وما يلاحظون يحطونها أن هاي مرض ثاني، لكن هو من ضمن الأمراض أنه يكون تغير في حاسة التذوق، لأن الشخص النباتي أحيانا يركز بالبقوليات، والبقوليات المكسرات معروفة أنها شوية تحيط من امتصاص نوع من أنواع العناصر الغذائية اللي هو الزنك، فبالتالي يأثر على التذوق أو حاسة التذوق عنده. وهاي الأطعمة معروفة أن ما تكون موجودة أو الزيت ما يكون موجود غير في اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، بما أن يعني الشخص النباتي ما يدخل اللحوم أو البيض أو منتجات الألبان في أكله ممكن تسبب له هاي المشكلة. مثل ما قلنا بعد الرياضة إذا سوى رياضة الإنسان النباتي يكون عنده صعوبة في استعادة نشاطه مو مثل الشخص العادي، فدائما ننصح أن يأخذ العصائر واللي تحتوي على بروتينات، حتى ممكن يصير له نوع من نقص في بعض المعادن مثل إحنا أو الفيتامينات مثل الكالسيوم، لأنه ما يأخذ بيض أو منتجات الألبان، فبالتالي إحنا نقول له تقدر تأخذ من الخضروات الورقية الخضراء واللوز، هاي فيها نسبة عالية من
الكالسيوم عند بعض الأحماض مثل أحماض الأوميجا يكون عنده نقص، نقدر نقول ياخذها من بذور الشيا والكتان. أحيانا يصير عنده نقص في الحديد بسبب نقص البروتينات اللي هي الحيوانية، فممكن ياخذها من البقوليات الطبيعية اللي هو ياخذها بذور أو الحبوب الكاملة، بالإضافة إضافة فيتامين سي أو فيتامين جيم لوجبته الأساسية اللي تكون مثلا عبارة عن برتقال أو عصير البرتقال أو حبات الفراولة كامتصاص للحديد أو يساعد على امتصاص الحديد. أنت أستاذة فاطمة، هل تنصحون بالمكملات الغذائية للأشخاص النباتيين؟ شوفي احنا هو المكملات الغذائيه ما ننصح فيها الا في حاله واحده، اذا كان الشخص النباتي فعلا صارت له مشكله نقص في بعض العناصر، وغالب العناصر اللي تستوي لهم فيها نقص اللي تكون مثلا مرتبطه في الدم، فلازم يسوي مثل ما احنا نقول فحوصات دوريه. هاي الفحوصات تبين اذا هو عنده نقص مثلا في بعض اللي هو احنا نقول بعض العناصر الغذائية مثل الكالسيوم، الحديد، الزنك، فهاي كلها بتبين في الفحوصات او بعض الاحقاب الابيليه او المعادن. فاذا صار عنده هذا النقص اكيد تحتاج مكملات، بعد ما ياخذها بشكل عشوائي تحت استشاره اخصائي تغذيه وهو اللي بيحدد له الكميه والجرعه. سمعت الحين كل المصادر البروتينية كلها موجودة في البقوليات، فاللي عنده حساسية من البقوليات هل تنصحونه في هذا النوع من الأنظمة الغذائية؟ هو بياخذ اكيد مكمل غذائي، لانه اذا هو عنده مثلا ما ياخذ اي مصادر حيوانيه وعنده بعد حساسيه من البقوليات يفضل ياخذ مكمل غذائي. في هالحاله يحتاج 100% على الاقل لو يحسبه له. يعني احنا كيف بنعرف؟ عن طريق التعريف الغذائي للشخص، يعني يبين الشخص نشوف لمده 3 ايام 24 ساعه شو ياكل خلال اليوم. فاذا كان فعلا عنصر اللي هو الحديد او البروتين ما ياخذه فاكيد يحتاج مكمل غذائي من مصادر ثانيه، لان تحكم انه عنده حساسيه وحكم انه انسان نباتي ما ياخذ هالمصادر. مشكورة أستاذة فاطمة، كانت حلقة مميزة صراحة عن هذا النظام، لأن دائما أقول حق الناس أنا لحميريان فما أقدر أكون نباتية، جربت يومين كان وايد صعب، لكن مثل صحيح قلت لو تلاحظين هذه يعني أختي النباتيين خاصة اللي هم بادين النظام النباتي هذا من عمر الشباب متكيفين عليه أكثر من الناس اللي خلاص عدت مرحلة الشباب عندهم في المرحلة العادية وتعودوا على الأنظمة العادية. بس إحنا لاحظنا الشباب اللي يجونا بعدين النظام النباتي من عمر صغير من عمر الشباب تعرضهم لمشاكل القلب في المستقبل في عمر 40 أو 50 جدا ضعيف. فالناس اللي هم عندهم تاريخ عائلي من مشاكل القلب وحابين أنهم يحمون نفسهم في مراحل البث المقبلة يفضل من عمر الشباب يركزون شوية على النظام النباتي أكثر ما يكون حيواني. مصادر الحيواني تكون مصادر يعني تكون جيدة مثل الأسماك أو البيض، بس يكون كميات معتدلة تكون كميات كبيرة عشان ما تأثر عليهم مستقبلا. دائما نقول الاعتدال في كل شيء بيكون يعني مميز، لكن ممكن نزيد كمية من أشياء معينة حسب، ودائما نقول استشيروا أخصائي تغذية لأنه هو بيعرف بالضبط اللي يقدر يعطيكم، كل إنسان يختلف عن الثاني. صحيح. شكرا لوجودك معنا سادة فاطمة الخروصي اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لوجودك معنا. عفوا، هذا حق واجب. خلصنا فقرة التغذية، والفقرة الجاية وايد مهمة خصوصا لأولياء الأمور أو الأشخاص اللي يهتمون بالأطفال، نتكلم عن العلاقة بين الأزواج على الأبناء وأيضا علاقة الوالدين مع الأبناء. خليكم ويانا وبنرجع لكم بعد الفاصل. صحة وسعادة. حياكم الله معانا مرة ثانية، ونحب نذكركم بأرقام التواصل، ممكن الاتصال مع على البرنامج على الرقم 600551414 أو من خلال رسائل نصية القصيرة 4006. بنتكلم الحين عن موضوع مهم حول تأثير العلاقة بين الأزواج
على الأبناء. العلاقة بين الآباء والأمهات تعتبر من أهم العلاقات البشرية وأكثرها تأثيرا على شخصية الطفل، ولكن إلى أي مدى يمكن تؤثر هذه العلاقة على شخصيته ومستقبله؟ وكيف ممكن بناء العلاقات الإيجابية بين الوالدين للحد من هذا التأثير؟ للحديث عن هذا الموضوع يسر أن تكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة أزهار محمد أبو علي، أخصائي نفسي أول كلينيكي تخصص أطفال وأسرة بهيئة الصحة بدبي. حياك الله يانا. أهلين، الله يحييكم، صباح الخير لك وللمستمعين الكرام. الله يحفظ دكتورة. دكتورة، نحن بداية اليوم كان عندنا موضوع يتكلم عن أولياء أو سمنة الأطفال، ومن ضمن الأشياء اللي نحن كنا نقولها أن علاقة الأولياء الأمور، أو يمكن المعلومة اللي قلتها صح أو غلط، لكن الجملة اللي أنا قلتها والمعلومة اللي قلتها أن أيضا العلاقة بين أولياء الأمور والطفل وتعويده على الأشياء من دون إجبار أو من خلال التواصل بين الأطفال أو العمل برامج المشتركة بين أولياء الأمور والأطفال، يعزز أول شيء من علاقتهم مع أولياء أمورهم، وأيضا يساهم في بناء نمط حياة صحي مبني على رغبة الطفل مو على الإجبار. ما أعرف المعلومة صح ولا لا. لا لا لا، مضبوطة، بالعكس مضبوطة. إحنا نبغى ننمي زي ما تفضلتي الرغبة، نبغى ننمي إنه الطفل يبدأ يعزز هالمبادئ عنده من سن مبكر وبدون إجبار. يعني أنا ما أعرف إيش يعني تكلمتوا عن إيش بالنسبة للإجبار يعني بالأخص، بس وكيف أسلوب الإجبار على الأكل الصحي والرياضة كان هذا الإجبار. لا إحنا زي أجل صح، أنت 100% طبعا، لأنه كل ما الطفل طبعا انجبر على شيء كل ما يعني ما حيقتنع فيه، حتى لو سواه ما حيكون عن قناعة أو عن متعة أو ما في بهجة فيها تكون يعني. فإحنا نبغى نشاركه أصلاً بالأمور هذه، يعني لو نبغى نشجعه على الأكل الصحي إحنا نبغى نأكل معه أكل صحي، لو نبغى نشجعه على الرياضة إحنا نبغى نوريه كمان كيف الرياضة ممكن تكون ممتعة بس هي مو بس مفيدة يعني. يعني الكلام اللي قلته صح، يعني خاص أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعين الكلام اللي قلت لكم يا صح، يعني قلت لهم اليوم عندنا أخصائية نفسية بنسألها نفس السؤال. لا لا، أنا مبسوطة على السؤال هذا لأنه مهم، لأنه يرجع لعلاقة يمكن موضوعنا اليوم كمان، لعلاقة الطفل والرابطة بين الطفل وأهله كمان، لأنه الرابطة هذه المفروض ما تنبني على الإجبار أصلا. يعني يجبرون عقب يقول ليش ما يضعف يعني. لو أنا يحطون أكل مرضى وهم يأكلون أكل لذيذ ما يستوي يعني دكتور، صعب. لا صح كلامك، لا صح، لأنه هذه أشوفها أنا صراحة بحالات سوري إحنا يمكن طالعين عن نطاق الموضوع اليوم، بس إنه أنا عجبني الموضوع هذا، لأنه إحنا نشتغل مثلا مع الأطفال اللي عندهم سكري أو أمراض مزمنة صح؟ فإذا جبرنا الطفل هذا مثلا على دايت معين أو نمط معين بالأكل والآخرين في البيت يأكلوا شيء مختلف تماما، كيف الطفل هذا حيقتنع؟ حيتسبب عنده إيش حيصير؟ حيصير عنده اضطرابات نفسية كمان وأزمات نفسية، يعني لأنه هو الوحيد اللي عشان إحنا نختاره عشان يمكن وزنه يمكن غير أو عنده مرض معين أو هذا، فيحس نفسه مقترف خاصة إذا كان سنه صغير وما عنده القدرة على الاستيعاب أو الإدراك. فأنت صح يعني. إنزين، الحين الموضوعنا مال اليوم اللي هو العلاقة بين الوالدين. نتحدث عن العلاقة بين الوالدين، متى يتم بناء هذه العلاقة بين الاثنين؟ أوكي. السؤال جدا جميل، لأنه إحنا شوفي أنا بتكلم عن الرابطة بالأخص، الرابطة إحنا نستخدمها باللغة العامية، لكن عندنا في علم النفس الأطفال والأسري الرابطة هي مصطلح نستعمله إنه وكيف نعرفه إنه هي العلاقة هذه والتعلق اللي يصير بين الطفل والراعي أو مقدم الرعاية، لأنه يمكن يكونوا ناس مختلفين مو بس الأم والأب، لكن الأساس هو الأم والأب طبعا، واللي تكون مبنية على إيش؟ يعني على الأمن والأمان والمشاعر المتبادلة، المتعة اللي تكلمنا فيها أنا وأنت في البداية، المتعة المتبادلة، البهجة المتبادلة، قدرة الراعي هذا والشخص على تلبية أو فهم حتى واستيعاب الطفل احتياجاته، مو بس الاحتياجات اليومية، الاحتياجات العاطفية النفسية بدون حتى قبل ما يتكلم الطفل. أوكي، فأنا حبيت صراحة أسألك أنت وأسأل المستمعين، يعني أول قبل ما أجاوب أنا وأقول رأيي، إنه متى أنتوا برأيكم تبدأ العلاقة هذه؟ لأنه كل شخص سألته هالسؤال يختلف جوابه بصراحة.
فما أعرف إذا أنت عندك رأي أو المستمعين يحبوا يشاركونا كمان. أتوقع العلاقة مفروض تبدأ من البداية يعني، ولا أصلا مفروض ما تبدأ إذا ما كانت من البداية. ما أعرف هذه وجهة نظري. بس لو وجهة نظرك مضبوطة، إيش هي البداية؟ كيف نعرف البداية؟ البداية ممكن نقول بداية الزواج تكون. أوكي. الاحترام المتبادل، المحبة، الاهتمام، يعني هاي أشياء تكون موجودة، مفروض تكون مبنية في الإنسان نفسه حتى قبل ما يكون عنده شريك حياة. صحيح. أنا كثير عجبني الجواب، لأنه مو هذا الجواب اللي يجيني يعني أغلب الأوقات. جوابك جميل جدا، لأنه هي فعلا تبدأ من مبادئ الإنسان نفسه، عن يعني أنا أشوف أنه تبدأ حتى قبل ما يجيب الواحد أو الإنجاب. يعني هي تبدأ من أول لحظة إحنا نقرر فيها على تكوين أسرة وإنجاب طفل. ليش؟ لأنه هي تنبني على إحساس هالشخص الأم والأب على موضوع الطفل أو التربية، أو هم كمان تجاربهم كيف كانوا هم مرحلة الطفولة، درجة إدراكهم هم على تأثير تجاربهم من أول على علاقتهم اللي هتصير بينهم وبين أطفالهم في المستقبل. فهي تبدأ بصراحة من البداية وتبدأ تتطور فترة الحمل، وبعدين ما بعد إلى بعدين وتستمر يعني على المراحل العمرية المختلفة، وممكن تتقلب من وقت إلى الآخر حسب طبعا ظروف الأسرة وظروف الحياة. زين، إذا قلنا أنواع العلاقات الأسرية كيف نقدر نعرفها إذا فيها أنواع؟ يعني هي شوفي حسب تصنيف الباحثين والعلماء نوعوها الاثنين، في العلاقات اللي نسميها أو الرابطة أو الروابط الآمنة، وفي الغير الآمنة. تحت غير الآمنة تندرج طبعا أنواع مختلفة ما بتعمق فيها اليوم، لكن إنه الطفل شوف الآمنة هي نحن نبغى الآمنة، نحن نحب الأمان. أيوة الآمنة، إحنا نتمنى كلها تكون آمنة إن شاء الله يعني. فهي الآمنة هي اللي طبعا تنبني على البيئة المستقرة اللي يعتبر فيها الطفل إنه الأهل هم قاعدة الأمان بالنسبة له، وأنه هناك في هذه القاعدة موجود في الحماية، في الحب، في الرعاية، في التفهم، في التقبل، عدم الإجبار اللي تكلمنا عليه بالبداية، في كل العناصر هذه موجودة في القاعدة هذه. فالطفل هنا طبعا يبدأ يكون شخصية تكون سوية، يبدأ يكون منظومة احنا نسميها نموذج العمل الداخلي للعلاقات. ايش معناها؟ هنا يبدأ يكون ذاته، شخصيته، بناية هلا على هالعلاقة هذه الآمنة. يبدأ يطور كمان نظرته إلى العالم، نظرته إلى العلاقات، نظرته إلى الآخرين. فهي يعني هذه مبدأها يعني. بس الغير آمنة هنا اللي فيها الطفل يكون مثلا في عدم استقرار في بيئة الأسرة، فيبدأ الطفل إيش يصير فيه؟ تشوف الطفل يكون متشوش، كونفيوز، مضطرب، خايف من هالراعي هذا أو خايف من الكبار لأنه ما بيوفروا له الرعاية السليمة. فيبدأ إيش الطفل يسوي؟ خاصة بالمراحل المبكرة طبعا، في المرحلة لها الأشياء التبعيات الطبيعية، بس لكن في الحالات اللي هي كثير صعبة تكون الطفل يبدأ يتجنب الأهل، ما يبغى يكون معاهم لأنه ما يحس بالأمان. يبدأ العكس، يبدأ يصير يبغى يكون معاهم دائما، يبدأ يشعر بالخوف الشديد. يعني كمان في أطفال نشوفهم حتى يتجمدوا لأنه في البيت هذا يكون فيه لا سمح الله يعني عنف وتعنيف وإساءة للطفل هذا، فنشوف أنه في أطفال يكونوا علاقة أو رابطة يكون فيها نوع من التجمد حتى اللي ما يكون عندهم ردة فعل وخوف شديد من هالشخص يعني. فإحنا زي ما تفضلتي نبغى طبعا بيئة آمنة للجميع، عشان كده إحنا نبغى يعني نتجنب، نبغى نشتغل على هالعلاقة زي ما تكلمنا والرابطة من البداية، من أول لحظة تكلمنا عليها، لأنه هنا أهم لحظات تكوين هالرابطة هي يقولوا المرحلة الحساسة طبعا اللي هي تبدأ من 0 إلى 2 بالنسبة للطفل. بالنسبة للأهل زي ما قلنا تبدأ من البداية، بالنسبة للطفل تبدأ من فترة الحمل الجنين، وبعدين كمان تكون المرحلة كثير حساسة بين 0 و2. إذا قلنا كيف ممكن العلاقة بين الوالدين تأثر على مستقبل الطفل؟ يعني نحن قلنا إذا كان بيئة مضطربة، يعني أنا في أشخاص أشوفهم يعني هم كبار الحين لكن أقدر أتنبأ هو البيئة اللي كان موجود فيها كيف، بس مجرد ما نحن نقعد معاهم 5 دقائق. فأحس الموضوع يأثر معاهم حتى على المستقبل. في بعض الأشخاص يكونون مثلا عنيفين، لكن بعض الأشخاص يحبون يعيشون بوضعية الضحية طول عمره يعني لين آخر يوم في حياته. فنحن هذا الموضوع يعني كيف ممكن نحن نحمي أطفالنا أنه لا يكون متنمر ولا يكون ضحية ولا يكون إنسان سليم؟ بس يعني كيف ممكن علاقة بين الوالدين ممكن تأثر على هذا الشيء؟
طب انت ذكرتي كثير صراحه نقاط مهمه جدا، يعني احاول اجمعها واتطرق لها كلها، لانه يعني اول نقطه ذكرتيها انه تشوفي اشخاص ساعات انه ممكن يعيدوا دور الضحيه، ولكن يعني هي الناس كثيره ما يعرفوا انه الرابط اللي بنتكلم عنه او العلاقه بين الطفل والاهل، هل الاهل ساعات عاشوا هالطفوله العنيفه مثلا، او نبغى نسميها المضطربه او اللي فيها خلافات كانت كثير، فالرابط هذه او العلاقه كثير ناس ما يعرفوا انه هي تنتقل، ممكن تنتقل من جيل الى جيل حتى لا شعوريا. كثير ناس يقول لا انا ما بسوي نفس الشيء اللي سووه مثلا ناس معينين في حياتي، لكن نبدا نعيد لا شعوريا هالماضي. طبعا اول نقطه اللي هي انت تطرقتي لها يعني اللي هي الادراك، لازم نعرف انه في يمكن ترسبات اشياء مرينا فيها احنا او بعضنا ممكن يعني ما نبغى نعيدها مرة تانية مع أطفالنا كمان. هذه أول شيء. ثاني شيء طبعاً إنه نعرف إنه أي رابطة بين الوالدين، علاقة الوالدين ببعضهم ومع الطفل تأثر على أشياء كثيرة في نمو وتطوير الطفل. من معرفة يعني اللي معانا المستمعين يعرفوا إنه الرابطة هذه على فكرة تأثر على تطوير حتى الدماغ، الجهاز العصبي، الوظائف معينة في الجسم، الصحة. إذا بتتكلموا عن موضوع الصحة من قبل، كثير نشوف إنه كثير أطفال يتألزموا صحيا بسبب الرابطة هذه اللي هي متألزمة بينهم وبين أهلهم. تأثر على المهارات الذهنية أو الاي كيو نسميه، تأثر على المحصول الدراسي، تأثر على مفهوم الحب والمحبة أصلا، تأثر على العلاقات، الهوية. يعني أقدر أقول لك لسه طويلة عريضة على تأثير هالعلاقة بين الأهل وبين بعضهم البعض وبينهم وبين الطفل. فإيش يصير في الكبر زي ما تفضلتي، إنه الكبير هذا اللي عاش هالطفولة يبدأ يتأزم، وهذه معروفة على فكرة يعني موجودة علميا والأبحاث واسعة في هالمجال، إنه هالكبير في السن يبدأ يحس بهالاضطراب اللي عاشه هو صغير وما تلقى مساعدة له. طبعا الأخبار اللي كويسة لنا احنا اللي أبغى أبشر فيها المستمعين، إنه حتى لو احنا نتكلم عن البيئة غير الآمنة أو الرابطة غير الآمنة، هذه ممكن نعكسها، مو شرط إنها تستمر، ممكن نغير المسيرة، بس لازم نغير أشياء في البيت نفسه، في البيئة نفسها، في طريقتنا مع الأولاد، في طريقتنا مع بعض إحنا الكبار. يعني نعزز الموضوع الاستقرار، ما يكون في تغييرات كثيرة على الطفل. إحنا تكلمنا في حلقات قبل كده على جودة العلاقة، هي مو على كمية. وأعيد المسج للمستمعين إنه أنا دائما أقول للأهل ابدأوا بدري، كل ما كان أبدر كل ما كان أحسن، ولا تركزوا على الوقت. الوقت مو بس الوقت هو إنه أنا أجلس مثلا أقضي 10 ساعات مع طفلي طول اليوم مع طفلي، لا، هي يمكن تكون 5 دقائق فيها جودة وفيها متعة مشتركة وبهجة مشتركة أحسن كثير من 10 ساعات يكون الشخص فيها موجود بس جسديا لكن مش موجود معنويا وعاطفيا. إن شاء الله جاوبت على سؤالك. أنا تطرقت الأشياء كثير لأنه ذكرت نقاط كثيرة مهمة، يمكن أقرأ وايد في هذا الموضوع دكتور. بس جميل النقاط وكانت كثير، يعني لخصتي فيها بطريقة جميلة إنه كيف مهمة العلاقات مو بس مرحلة الطفولة لكن مرحلة الكبر كمان. إذا قلنا نبغى ننصح الوالدين بناء علاقة صحية وإيجابية مع أبنائهم، لأن حتى لو كانت العلاقة يعني لو يمثلونهم بخير لكن الأطفال يستشعرون الموضوع، فكيف ممكن نحن نبني علاقة صحية وإيجابية مع أبنائهم؟ جميل. أول طبعا شيء احنا تكلمنا عنه يمكن أوريدي اللي هو الإدراك، الأهل المشاكلهم هم الحواجز اللي عند الأهل اللي موجودة من أول اللي تخليهم أو تمنعهم من ما يكونوا متواجدين. يعني الإدراك اللي تكلمنا عنه. أيوة بالضبط، إدراك. ومو بس، وكمان في كثير مثلا أديكي على سبيل المثال يمكن موضوع تكلمت فيه في حلقة تانية، لكن خلنا نأخذ مثلا أهالي أو أمهات يعانوا مثلا خلنا نقول من اضطراب الاكتئاب ما بعد الولادة. هذا موضوع تاني طبعا إن شاء الله نتكلم فيه كمان، بس إنه هذا الشيء خارج عن يدهم، لكن هل يمنع أو سبب حاجز البناء الرابطة؟ طبعا أكيد. لكن إذا الشخص يعني الأم في الحالة هذه والأب ساعد وتعالى وتلقت العلاج المناسب، ممكن إن نتجنب المشاكل اللي ممكن تنتج عن هالحاجز النفسي اللي يتولد خارج عن إرادتها كمان. فالاضطرابات مثلا والأعراض النفسية والتاريخ اللي تكلمنا عنه كلها بيدنا إنه إحنا نقدر نمنع إن هالشيء يصير حاجز لنا بيننا وبين أولادنا إذا إحنا ساعدنا نفسنا. هذا واحد. اثنين طبعا زي ما
أنا قلت كمان قبل شوية كل ما بدأنا كل ابدأوا بدري يعني حتى من فترة الحمل. احنا نشتغل نقدم خدمة هنا يعني في هيئة الصحة للأهالي اللي عندهم بيبيز والحديثي ولادة ومعانا في العناية المركزة. طبعا ايش نعزز يعني تتوقعوا شو نعزز؟ نعزز الأشياء البسيطة مرة في بناء هالعلاقة، منها اللمس، منها الكلام مع البيبي وهو في العناية المركزة، منها يعني نعطيه الفرصة يسمع صوت أهله، يحس باللمسة هذه، لأنه احنا نقول الأهل بالإضافة إلى الرعاية الطبية والصحية الرابطة هذه ممكن كثير تساعد في رحلة الشفاء، وهذا شيء يعني برضو مدروس يعني. فتعزيز هالأمور هذه من البداية، إنه بس إحنا نغير فكرتنا إنه الطفل مش محتاج بس الاحتياجات اليومية والأساسية مثل الأكل والشرب والنوم، هذه أشياء of course مهمة، لكن محتاج الرعاية والتواجد العاطفي، الحوار المستمر، الأخذ والعطاء، والبهجة المشتركة هذه اللي هي برضو مدروسة وموثقة إنها تساعد كثير الأطفال على بناية شخصيتهم وبناية برضو مهاراتهم المتعددة يعني. وتواجد الأهل زي ما ذكرنا يعني كمان بشكل مستقر، يعني إذا شفنا أهل يمكن والمهارات الأبوية كمان إحنا والمهارات التربوية إنه ما نبغاها تتغير كمان كثير. مثلا أنا أشوف أهالي مثلا ساعات بنية كويسة طبعا إنه بيحاولوا يلاقوا الطريقة اللي هي الكاملة للتربية، لكن هي الواقع أنه ما في طريقة بيرفكت وما في طريقة كاملة وما في كتاب يقول لنا إيش نسوي، لأنه كل طفل مختلف وكل عائلة مختلفة. لكن أقول للأهل لا تروحوا من جهة إلى أخرى، مثلا لا نعطي الطفل مثلا مساحة حرية كاملة وبعدين نشد عليه فجأة، لازم يكون توازن في العلاقة هذه، يعني يكون في بالانس وتوازن بحيث أنه الطفل ما يتشوش، بحيث أنه الطفل يحس بالأمان هذا، لأنه الطفل محتاج صح إلى قوانين وحدود، محتاج إلى محبة واستيعاب وتفهم بنفس الوقت. إنزين، إذا نحن نقول أيضا أنا ما أحب أوجه أيضا نصيحة لأولياء الأمور أو الأشخاص، يمكن الموضوع ما يخص بس الأطفال، لكن أي شخص يحس إن حياته قاعد تتأثر بسبب ماضي أو مجرد ما يدرك ويحس بصعوبة، ما في شيء يمنعنا نحن نتوجه لأخصائي النفسي أو أن نحن نسعى لأخذ الاستشارة من أشخاص متخصصين. بعض الأشخاص يروحون يسوون سيرتش أونلاين، يسيرون يسوون جلسات يعني يمكن ما لها علاقة بالطب النفسي أو الأخصائي النفسي، لكن الأفضل أن أنت ترجع وتحل هالمشاكل مثل ما قلت لي دكتور إنه يتوارثها بالأجيال. فنحن نقدر يعني نحن حاليا دام أدركنا أو الشخص إذا كان مدرك يقدر يبدأ مع نفسه، إذا كانوا الوالدين ممكن أيضا يأخذون جلسات مشتركة مع أبنائهم، ما في شيء يمنع إذا كانوا ما يقدرون أو إنه يحتاجون تدخل أخصائي. لا شكرا على النقطة هذه، جدا جدا مهمة. يعني ما شاء الله دحين عندنا أخصائيين كثير، يعني من أطباء نفسانيين إلى أخصائيين ومعالجين نفسانيين مؤهلين، فيعني أنا معاكي متفقة، وكل ما بدأنا بدري برضو بهالنوع من التدخل كل ما كان أحسن النتيجة أحسن، والنتيجة كمان مثل ما تفضلت إنه ما بتساعد بس الأهل، تساعد الجيل الآخر، الجيل الثاني واللي بعده واللي بعده. فإحنا بنغير مسيرة أو بنغير طريقة أو نمط حياة كنا متعودين عليه. فأنا أحيي صراحة، أحيي من جد الأهالي على إن هم يعني يطلبوا، الأهل اللي بيطلبوا المساعدة من بدري لهم والأولادهم كمان، مو بس الأولادهم، يعني هم يبدأوا مستعدين، يبدأوا بنفسهم، يبون حياة سعيدة دكتورة. صح بالضبط بالضبط، السعادة هذه يعني كنز الصراحة، يعني وأنه يعيشوا الحياة السعيدة هذه مع بعض كمان، وهذا الطفل اللي بيربوه على مبادئ السعادة والمتعة والأمور هذه كلها والتفاهم، هذا بيبني عائلة جديدة كمان هتكون إيجابية وصحية وتكرر هالنمط الصحي يعني والآمن اللي تكلمنا عنه إن شاء الله. شكرا لوجودك معنا دكتورة زهار، فعلا استمتعت بوجودك معنا. شكرا دكتورة زهار محمد أبو علي، أخصائي نفسي أول كلينيكي، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، أتمنى أن تكونوا استمتعتوا معنا مثل ما استمتعت أيضا في النقاش هذا. دائما العلاقة كل ما بدينا قبل كل ما كان أحسن، دائما احرصوا ان انتم تكونوا سعيدين بكل الطرق، واذا ما قدرتوا ما في شيء يمنع ان نحن نلجأ للاخصائي النفسي
شو فائدة الحياة إذا ما استمتعنا فيها. فأيضا يعني هاي نصيحتي أنا الشخصية. في نهاية حلقتنا نشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي، وشكرا للأخ إسراء الهاشمي من التنسيق، ومخرجنا الأخ والأستاذ الفاضل نمر محمد. شكرا لوجودكم معنا واستمتاعكم معنا، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.